السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس لاباس عليكم، هانين كلشي بخير. بغيت نوري لكم البانينو اللي تنصاوب انا هذه عيد وحده. بحال هكا الخبز تنشري من عند المغربي، من عند المخبازه، بحال هكا داير. زعما تبقاو دايرين معاه باش تصاوبوه في الدار، وهذا تنشري انا من عندو، تيجي زوين الخبز ديالو بحال هكا داير. وتنحتاجو ليه الفلفله الخضراء اللي بغيتو ديروها البغبغ، وعندي مطيشه، وهنايا عندي الكمون تنديرو انا ما تيبغيوش هما، والملحه، وهنايا عندي البصله، وهنايا الشلاضه ما تنديرها فيه، وهنايا عندي الكباب شي يسميو هنايا الطاليه الكباب، داك اللي وريت لكم واحد المره انا شاركته معاكم. تنشري من عند الجزائر غادي نعمر بيتي، عرفتو تيجي البنات بحال داك اللي تشري من عند مول الكباب. ونحتاج ليه مايونيز والكيتشب، وعدي هنايا صلصة هاكا تنشريها تاكي من عند الجزائر. انا درتهم بحال قلبتهم حيت مبقاش فين بزاف، وبغيت تنخوي هادو عاد نديرو حدايا تخرينات. وهنايا درت بطاطا تتقلق فهاد القلاية ديال الهواء هوائية، تيقولو ليها الطاليان فريجيتريتشاريا، بحال هكا تطيب لك بطاطا البنات بلا زيت، تديروها فيها وتديروها بلا تطيب بلا زيت. زعما شو راه دايره باقي لك بحال 12 دقيقة عاد غادي طيب. انا وريتها ليكم وقيلا فايت مشاركة معاكم مرة أخرى، قلت يبانو ليكم لي هذاك البرقوق. يلا شريتو وغسلتو وحطيتو تما، وبغيت نشارك معاكم شينا بلا ما نوري لكم كي غندير تنعمرهم. راكم عارفين كي ديرو تتعمرو البانين بوات. إوا هذاك العشا ديالنا مع زعفنا اللحم، ديما ولا الباستا اللي تيقول لك الباستا زعما الطاليان تياكلو ديما باستا، درا ما تيبغيوش ليا الباستا، تيبغيوها الخضرة. الدراري ما عزيزاش الخضرة، عبوهم اللي عزيز عليه الخضرة. ونتمنى الفكرة ديال اليوم تعجبكم، هشريو الكباب من عند المغربي راه خلال وتيجي زوين، ديرو معاه الصلصة وتعمروهم باش ما بغيتو مايونيز ولا بالكيتشاب ولا ديك الصلصه اللي بغيتو ديروها، ديروا الشلاضه والبصله ومطيشه. انا عاد زدت